بسم الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأفضل سبحانه. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. أما بعد، نعود إلى بعض مفردات فيها الشبهة أثناء التعرض على مقاصدها ودلالاتها. على أن بدل الفرد من شيء من لا تعلمون، ولقد علمت النشأة الأولى تسمية كرياسي هي أن الحمد تنصب الناس من معي من الأسدود والأعشق الكرياسي هي من كل سوء كرياسي. من صنع هذه الأولى هو الله، يعني ولقد علمت النشأة الأولى يعني علمكم بها فلولا تذكروا علاش وكانت علمكم الحقيقية علاش كبزوف مد استخدام على مرتين جريس وخليته محكم يمشي نحو الحقيقة. ليش يجب منها حاجة مهمة؟ وشيطان هو هذا الحال اللي بيحركوه اشتراب الذنب من المولى والخالق لأرحم جل جلاله وعمل الله.